شو ماما؟ شكلك كتير متضايقة. طيب اسمعوني منيح شو بدي قلكن. بدي أعرض عليكن اليوم عرض. شو رأيكن؟ إنه أنتو تجوا وتصيروا خدامين عندي وأنا لمكن من الشارع. لك اخجلي على حالك سميترة، اخجلي. في بنت صغيرة هون مريضة وحرارتها مرتفعة، وانت بكل عين وقحة وبلا خجل جاي لتحكي هالحكي هاد. وليش حتى سميترة هي اللي تخجل بقى؟ المفروض منكن انتو اللي تخجلوا، لأنه معكن بنت صغيرة مريضة كتير ومرمية بالشارع تحت المطر وما بتعرفوا شو تعملوا لها، وما حدا بيعرف إذا هي بتموت أو بتعيش. ما حدا فيكن مهتم بمصلحتها، ما بيهمكن غير كرامتكن. لو أنه عن جد فيكن شوية ضمير بتوافقوا معنا فوراً وبتروحوا بتخدموها لسوميترا، ما هيك؟ أنا كتير بتهمني صحة نيشي، بس يمكن أنتو ما بتهمكن، ومع أنكن أنتو كتير أهنتوني وسليتوني بنسبتكن، بس أنا قلبي كتير كبير، مشان هيك رح أعطيكن فرصة تانية لترجعوا على بيتكن. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.